أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكريزي تاكسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت رايح فين في الهرم؟ أقول لك أنت رايح فين. تقول لي أنا رايح فين؟ رايح المساحة. رايح المساحة هرم. يعني جنبها. قيوم الله اكبر حي لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك. اسم الكلمة مصطفى. ما شاء الله نزور في لك مصطفى. مصطفى مصطفى ما شاء الله. مصطفى ابني انت عندك مشاكل؟ ايه هي المشاكل؟ هي مشاكل كبيرة أوي. كبيرة أوي. وداخل على أزمة نفسية محبطة. محبطة. لا إله إلا الله. أنت شغال إيه؟ سواق تاكسي ولا إيه؟ علي السكوت وعليك الكلام وعليك السمع وعلي السؤال. عليك السمع وعلي السؤال. أنت بتمر بأزمة مالية. ومين في البلد ما بيمرش بأزمة مالية؟ كده جبت التايهة يعني؟ وعندك مشكلة كبيرة، هي مشكلة الأم في حياتك. انت بتحب واحدة اسمها نرجس. نرجس دي جارتك ساكنة في العاشر. أنا ما عنديش دي معاشر أساساً في العمارة. مش في العمارة بتاعتك، في العمارة اللي في وشك. لا إله إلا الله. أوعوا تأذوه، أوعوا تأذوه. الله أكبر. حي مدد مدد يا رب. مدد مدد العدد. مدد مدد العدد. لا اله الا الله. يا عم ركز في سكتك يا عم. مصطفى يا ابني انت عندك مشكلة. بستر عليا. ربنا يا ابني اللي بيستر. مع الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك بفضل الله. بفضل الله تعالى. الله اكبر. ايه؟ تبقى كده ان شاء الله. انا مش هروح صيدليات تاني؟ ماشي ماشي. تعريف واحد اسمه البراغيتي. الايه؟ البراغيتي. البراغيتي؟ البراغيتي. تصدق تصدق. اه والله. هزر هزر براحتك. عمال نهرش منك. البرغيتي تاريني امبارح ولا البرغيتي. البرغيتي البرغيتي سمته الاساسيه هي القرص السريع المريب. صح. قرص سريع مريب. بتعرف واحده اسمها امل؟ دي اخت نرجس؟ لا بنت خالتها. ما تنكرش. ما قالتليش على بنت خالتها. تنكرش يا عم. وانا قادر على نرجس لما اقدر على اولاد خليتها. وانا اخش على العيله كلها. هي نرجس بس خلاص. الشيخ الحايك اللي طريق كله مسالك. وحشني يا شيخنا. وحشني يا شيخنا. وحشني يا شيخنا. عرفتك وحسيتك وشميتك. اركب اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. اركب يا ولدي. اركب يا ولدي. افتح يا شيخنا. اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. اركب يا ولدي. اه يا شيخنا. بركاتك يا مولانا. بركاتك يا مولانا. حي لا اله الا الله. مربوط بقالي 20 سنة يا مولانا. من غير ما تقول عارف. اه مربوط بقالك 20 سنة. ايوه يا شيخنا. ولفيت على مشايخ مصر كلها. كله يا شيخنا. وقابلت عيل صغير عنده 12 سنة قال لك روح للشيخ الحالك. الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك. قعدت تدور كتير من الصعيد لحد اسكندرية. حصل يا شيخنا. حصل. قابلت في الطريق مهالك. قابلت في الطريق جبال وديان وتلال. حصل يا شيخ. عديت قاومت. طلعت بلعتك الارض النعمه. واللي طلعك منها كان معاه جمل اشقر. حصل. جمل تحس انه مهجن روماني على افريقي. بركاتك يا شيخنا. حصل. وقابلت في الطريق بنت اسمها عبيد. حصل. بص في عينيا كويس. بص يعمل السكه. بص في عينيا قوي يا عم. بص في عينيا ما تقلقش. بص في عينيا. بص بص لي. اوعى ايدك ما تلمسوش. انت خالص كده. لا اله الا الله. شوت علينا. بص عليك يا عم.
بس ايه يا عم انتوا مجانين ولا ايه؟ اوعى تمد ايدك انتوا حراميه. اصبر عليا. بكره بكره يا فريد. فك يا زنبيل. زنبيل لا انتوا شويه نصابين انتوا الاثنين. اتفكت الراجل. ايه يا عم اللي اتفكت يا عم؟ اتفكت اتفكت. الله اكبر. توت يا عم سيبك. نزل ايدك عني. اركب قطر صغنطوط. الله اكبر. اركب قطر صغنطوط. انت هروح اركبه هناك بعيد عن المجتمع. اركب قطر صغنطوط يا عم. بقول لك ايه؟ افتح الباب. انت عندك هبوط. انا عندي هبوط في الوقت. عندك هبوط في الزعبوط. يا عم انت مال امك؟ انت عندك هبوط في الزعبوط. عندك احباط تحت البار. اركب قطر صغنطوط. الله يبارك لك يا شيخ. يلا يا عم. يلا يا عم. بس خليك معايا. نزل حالك. بقول لك ايه؟ ايه ده عليا؟ اوعى. حراميه حراميه حراميه. انا لازم اطلع اللي عليك. انت حرامي. شكلك راجل مجنون. هاكل وراك. هاكل وراك. عشان تجيب ورك نمله صغير تحطه عشان تسيب نرجس. النهارده نرجس مش هتحلك. نرجس مش هتحلك يا مصطفى. ده انا هعمل فيك زي ما بعمل في نرجس. يلا اوعى. بس بهزر معاك. بس بس والله بص الكاميرا بنصور. والله العظيم ده بنصور برنامج كوميدي اسمه كريزي تاكسي. نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ نذيع يا عم. ترى رايحه الحصر فين؟ رايحه تصلي ولا رايحه فين؟ رايحه ازور واحده صاحبتي. انا اديك الصحه يا ست الكل. معلش يا امي سؤال. صاحبتك دي من زمان؟ صاحبتك دي مش بتحبك؟ لا بحبها. لا مش بتحبك؟ لا 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 بحبني. عامله لك عمل على ظهر جمل؟ لا 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 عامله لك عمل. لا 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 صدقي فيها. صدقي فيها يا حاجه. عامله لك عمل على ظهر جمل. والجمل ده موجود في الحجاز. لا لا لا, لا. ولازم تتخلصي من الحاجات دي كلها. بتنعيش ازاي؟ لا ما الحاجات دي. السحر موجود. لا 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 لا. وعلم الاكاتسام اللهوب موجود. لا 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 لا. وعلم التنكسه. لا ولا اي حاجات من دي خالص. بت الله اكبر. حي الله اكبر. لا اله الا الله يا ابن عبد الله. الله يا عبد ابقى. الله اكبر. حي حي قيوم برحمتك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك مشكله كبيره يا حاج هتمر بيها الفتره الجايه؟ ما عنديش. جوزك هيتجوز عليك يا حاج؟ لا ما تصدقش. جوزك هيتجوز عليك يا حاج؟ ما تصدقش. هيتجوز عليك واحده اسمها؟ ما تصدقش. ما تقنعنيش. لا 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 هيتجوز عليك. لا 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 هيتجوز عليكي. لا ما تقنعنيش. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء. ام علاء جارت كل في الدور الثالث. لا ام علاء اللي معاها ثلاث عيال. ما دخلش في دماغي الحاجات دي. لا 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 ما بدخلش في دماغي الحاجات دي. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء ساكنه في الدور الثالث وعندها خمس عيال مش ثلاثه. عندها ايه؟ وديني المكان اللي انا رايحه وفضك من اللي في دماغك ده. الله اكبر. حي لا اله. بقول لك ايه؟ لا 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 لا. نزلني هنا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا عايشه في الدنيا ولا ايه؟ اسمع حاج. ايه ده؟ لا اله الا الله. ايوه انا حسيتك وشفتك وشميتك من غير ما تقول انت مين. انت مربوط بقالك اكتر من 20 سنه. انا شايفك. انت نازل. انت جاي عليا. سلام. انا عرفتك. تعالى يا ولد. تعالى من اللي انا اشتغل حالك اللي طلع كله مسال. الله اكبر. الله ايه في ايه؟ في ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ افتح ايه الجنان ده؟ مفيش جنان يا حاج. ما تلاقيش يا حاج. لا 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 لا. وحيد الله. وحيد الله. اللي طريقه كله مسال. لا 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 لا. الجنان اللي انا فيه ده. اسمع القصة. نزلني هنا. انت كنت بقالك 20 سنة مربوط. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. كنت جاي من بلاد بعيدة. من بلاد العراق. نزلني هنا. قابلت وانت جاي 100 ناجة حمراء. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحدة برتقاني. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحدة لابسة كاروه. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. اللي كانت لابسة كاروه كانت بتاكل برسيم لونه أخضر. حصل.
الله اكبر لا اله الا الله. ما تلمسنيش ما تلمسنيش. لا اله الا الله. اهدي يا حاجه اهدي يا حاجه. سيري كويس. لا سيري جامد. بص في عيونك. بص لا 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 نزل البحر وكده. نزلني سمك شيرين. اهلا بكم النهارده معانا في حلقه جديده من كريزي تاكسي، وحلقه حساسه جدا لان فيها ميس اندرستاندينج بين سواق التاكسي ومراته. كنت سهران فين امبارح وانا مكلمك على الواتساب وبعت لك صورتين. بعت لي صورتين؟ بقى بسمتك يعني انت كنت في البيت مع الوليه؟ في البيت ايه؟ ما تقعديش تشغلي بالك بالوليه الحوار. كل مره انت بتقعدي تعملي حوارات مكلمه. انا برضك اللي بعمل حوارات. خلاص بقى انسى موضوع الوليه ده. ماشي. نتكلم بقى مشاعرنا بقى ونبحث عن ذاتنا بقى. انت وحشتني. انت صوتك ده في ايه يعني؟ ما يسمع انا بالك من الزبون. الزبون على نفسك. مجهز لك بقى مفاجأة في العيد على ما هي بجد. هتوديني فين؟ هنروح دهب ان شاء الله. انا نفسي اروح شرم الشيخ ودهب. قول لي دهب ليه؟ ما انا بس في ايه دهب؟ ايوه نروح دهب. دهب سكه وشرم الشيخ سكه. دهب دي في اسكندريه. صدق كنت فاكره في شرم الشيخ. راجل عصبي يعني هتخليني البس المايو كده وانزل زي البنات الاجانب كده نخربها في البحر؟ مايو ليه وانت الشنب ده على حموده؟ فيها ايه؟ طب والاجانب بيعملوا كده مع مراتاتهم وبينزلوا؟ الاجانب بقى والاجانب بقى لحم تخين بقى. احنا مالنا بقى؟ معلش يا باشا يعني مصدعينك بقى. مصدعينك. الله يبارك لك. الفت لك شعر ابن لذينه. يا لهوي سمعني. سمعني. بحب الكلمة ناسيها بعيش قربك معانيها بلحنها واغنيها انا اغني. يا لهوي لو تطلع في التلفزيون كده ويشوفوك ده انت هتخرب الدنيا والله. والله العظيم ثلاثة ده كرم من ربنا على هيحصل كله بالصبر. بلا تاكسي بلا قرف. ليه يعني؟ تاكسي نشأ ايه انا برضه؟ بس يعني. انت لما تبقى مشهور كده والناس يعني انا لما ابقى مشهور ما انت هتطلعي عيني برضه هتعملي لي حوارات والبنات بقى والدنيا ولا ده انا معاك على الحلوه على موت انا وعيد السنه دي مش كفايه مستحمله مراتك؟ والله يا ليه ما تعملي سنه؟ هو ماله؟ المهم بعد ما تنزله هنروح على فين؟ يا نهار اسود. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هدى 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 ايه اللي جابها هنا؟ هدى مين؟ دي هدى مراتي. بقول لك يا باشا 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 انا اسف معلش يا باشا انا عارف هتطلب تخفيف بس انا اسف معلش هتقعد جنبك بس كان خطيبتك والنبي عشان مراتي اقعد جنب مين؟ معلش معلش عديها بقى عديها لقاء ما ينفعش عديها انا اسف انا اسف عشان خاطري عشان خاطري معلش يعني انت شايف كده؟ معلش انا اسف. طب اقول لك على حاجه انا هطلع جدع معاك ماشي؟ انت طول عمرك جدع اقسم بالله بس بعد الموقف ده ولا عايزه اعرفك ولا عايزه اشوفك وامسح رقمي من عندك سكتي بس عشان خاطر وهوريك جدعنتي. طب نتكلم في ده بعدين. خلاص ماشي يا حبيبي نتكلم في ده بعدين. نتكلم بعدين. افتح لي الباب ده بس. معلش يا باشا خد جنبك. انا اسف انا اسف يا باشا انا عارف ان طلب ده معلش بالله عليك بالله عليك ما تزعل مني بالله عليك ما تزعل مني معلش يا باشا انا مؤاخذه. ايه يا حبيبي هي فين؟ هي مين؟ اتكلم انت. مين اللي هي فين؟ صاحبتك اللي كانت معاك. ايه يا بت في ايه يا بت؟ عيب مفيش صاحبات. في ايه؟ صاحبك يا اخويا كلموني وقالوا لي ان هي معاك دلوقتي. معايا ايه بس عشان معايا زباين ما تحترمي نفسك. وانا مالي مال الزباين يا اخويا. خلاص بقى عندنا بيت يلمنا بقى. امي ماشي انا هعرفك البيت ده هيحصل فيك ايه. ما تهدى يا هدى بقى. ماشي اهدى. بتعرف واحدة عليا يا عيرة الرجالة. خلاص عيب. خلاص طب عيب بقى. عميد في عينيك. انت ما تتكلمش معايا خالص. وحب امي العبيط. وحب امي العبيط. اهدي بقى اهدي بقى. مالكش دعوة انت مش عايزين تتكلم. مالكش دعوة بالراجل. يا حبيبتي جوزك. خلاص يا بس بس خليك معايا بس. ما تتكلميش معايا خالص. بس معلش خليك هنا بقى خليك هنا معايا بقى. ايدك ما تتمدش عليا خالص. طب اهدي بقى اهدي طب عشان الناس عيب. يعني عندنا مشكلة من عيب. هو انت خليت فيها عيب ولا جينا؟ ماشي يا عيرة الرجالة. طب عشان خاطري عيب. ماشي. لا اله الا الله. ترى ايه يا راجل انت بتقعد عدل؟ في ايه؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه يا عم مالك ومالها؟ هو ايه اللي بيحصل يا جدعان في ايه؟ انت مش عارف في ايه؟ لا اله الا الله مالك يا جدع انت في ايه؟ مفيش ما تحترم نفسك يا عم. احترم نفسك. لا
وانت مالك يا اخويا؟ استني بس استني، لا ما ينفعش، ما هو الشنب ده مش مالي عين ولا ايه؟ طلع لك شنب يا اخويا وبتعرف واحده عليا يا عيني. اتعدلي يا بت بقى. بت انا امك بت. اتعدلي. عايز اسمع صوتك. اتعدلي بقول لك. ما تقوليش اتعدلي، انا مش شغاله عندك. لا ده انت زودتها قوي بقى. الله 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 الله. لو انت مش حاسس فيها، مش شايف انت ايدك بتسرح فين ولا ايه؟ بتسرح؟ ثواني بقى، ثواني كده معلش يا صاحبي. ثواني لا مؤاخذه، عشان انت شكلك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط وعايز حد يظبطك. انت شكلك مظبوط يا عم، انت وهي وهي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بقى دلوقتي ايه ده يا عدنان؟ احنا في العربيه ولا ايه؟ وهي عينتها كده يا عم. انت اللي في ايه يا عم؟ مالك فيه كده يا عم؟ مالكش ده ابيض، انت مالك بس كده خالص. انت خليك معايا بس. انت شكلك كده مش مظبوط. خليك معايا، مالكش دعوه بيهم. طب اخلصي دلوقتي، اخلصي. بقول لك يا بنت، يا بنت اخلصي. مع بعض شكلكم. طب خلينا يا عم، يا عم بص قلت لك يا عم خلينا امشي يا عم. ولا ولا الزبط يا عم. يا عم لا اله الا الله. على انت بقول لك ايه؟ ليه؟ انت مش هتعاص يا عم. بقول لك ايه؟ حرام بقى يا عم. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع على ايه؟ بقول لك ايه؟ بس زي الحلقه دي ولا من زعير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا كات. بقول لك ايه يا علي؟ ايه قلبك؟ امبارح ودعنا وروح، مش جاي ومش جاي. يا راجل اسمع بقى. ايه قلب القلب؟ احلى يوم في حياتي. اقسم بالله انا هعوض لك كل الايام الوحشه اللي شفتيها في حياتك معايا. بس المخفيه مراتك دي بس ما تبقاش لازقه جنب التليفون. بحس انا بتنرفز قوي اول لما بسمع صوتها جنبك. سيبيها على الله بقى، ما تقعديش كل لما نتكلم في حوار لولو تقولي لي مراتك مراتك، عشان الحوار ده خلي بالك بيعمل لي الساكت امبله. يا حبيبي ما هي دي عقدتي في حياتي. سيبيها على الله، ما كله بالصبر، كله بالصبر. ما تسمعني شعر من اشعارك. سمعك. الحب حالة. الحب مش شعر وجوالة. يا لهوي. الحب ان قلب حبيبك انت جب. الحب حالة. بدوب من كلامك. بدوب. مش قادرة. يا بنتي بتدوبي ايه؟ بتدوبي ده عشان انت رومانسية. عشان انت حبيبي بس. ما قلت يا باشا احنا اسفين، معلش اتفقنا. خد راحتك بقى، اسفين على ايه بقى؟ ماشي يا باشا، والله الدنيا في ال لا انت لسه، خد راحتك يا باشا. يا عم الله يصلح حالنا وحالنا. مصر ياما. يا سفينة. فلاحينك. ملاحينك. مدحينك. يا لهوي. شد حيلك. الله عليك. شد حيلك. بقول لك ايه؟ شاعر وشعر. حب وحبيت. سهر وسهرت. سفر وسافرت. ياما. دلع دلع. قوي. اعمل ايه تاني يا بنت؟ اتجوزني بقى. لا حد هنا وبشد حرام العيال. ليه بقى؟ عشان ام العيال. رضيه اعمل ايه طيب؟ ما انت يا راجل طلقها واخلص، امال شنبك ده ليه؟ اطلع ايه؟ طلقها. ده ديزل. يا نهار اسود، بقول لك ايه؟ ايه ده؟ هدى. هدى مين؟ باشا هدى مرات. باشا. نعم. معلش معلش لولو، انا اسف. باشا هتاخد لولو جنبك. معلش ياخد لولو مين؟ معلش لولو، معلش انا هاخدك اصلا. ده انا العيش. لا في ايه معلش بس؟ في ايه بس بقى كده؟ عشان خاطر اقفي جنبي. معلش في ايه؟ تصدق ان انت راجل مهزأ وانا غلطان اصلا اني عرفت واحد زيك؟ وعشان اعرفك اني جدع واجدع منك واحسن منك هعمل معاك الجميله دي، ومش عايزه اشوف وشك ولا اشوف رقمك على تليفوني تاني. قلنا نتكلم. افتح لي الباب بس خلص، مش عايزه اعرفك تاني يا علي. خدها جنبك يا باشا، معلش عشان مراتي هتعمل انها مراتي. اعمل انها مراتي؟ انا اسف. انا اسف. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا باشا، عشان مراتي زق معايا اليوم. الله يبارك لك. ده انا هروح في داهيه. خش اقضي. هو في ايه؟ مفيش اي حاجه يا باشا. مراتك يا باشا خلاص بقى، الله يكرمك. مين اللي مراتي؟
اللي قاعده جنبك بقى مراتك يا باشا بقى عشان البي خايف من المدائن. ماشي لا حول الله رب. لا حول الله. ايه يا دودو يا حبيبتي تعالي. هي فين؟ هي مين؟ هي فين؟ بس وطي صوتك عشان مين؟ هي فين؟ يا مين انت؟ يا بنت يا مين؟ يا مصاحبه اللي مصاحبها عليا. مفيش حد مصاحبه بنت بقى. بقول لك ايه؟ هتطلع دلوقتي حالا هي فين وانا افرج عليك خلقك. يا ست مفيش حاجه عيب بقى معايا زباين بقى ما تلم نفسك يا بنت بقى. عيب عليا واحده يا عيبت الرجاله. اعرف عليك ايه؟ شنب وبتعرف واحده عليا. طب ايه علاقتك بيها؟ ما تمديش ايدك عشان ما انا زباين. ده انا هفرج عليك خلقك. ده انا هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بنت معايا زباين يا بنت. وانا مالي مال الزباين يا اخويا. ما تهدي طيب. ما تتكلمش مالكش دعوه انت خالص. خلاص عشان الناس دي. يا بنت العضاضه يا بنت العضاضه يا بنت العضاضه. ما تتكلمش قلت لك مالكش دعوه انت. كبرت وبقيت تعرف واحده على مراتك. انا كنت صغير ولا ايه؟ ما تفرقكش مش مالي عينك. انت كمان. ايه ده في ايه؟ يا ربي على القرف في اليوم اللي مش معدي ده. يا عم مالك يا عم انت في ايه؟ خلاص ما فيش اقعد بادبك. اقعد بادبك مش عايز اخرب عليك. انا مع خطيبتك. وانت خطيبتك ايه يا ابو خطيبتك؟ مفيش حاجه. بص قدامك يا اسطى بعد اذنك. بقول لك يا بنت انكي. بس انت بس 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 خلاص خلاص بس بس بقى. بس مشاهدين واهلا بيكم في حلقه جديده من الكريزي تاكسي وحلقه يخلق من الشارع 40 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الدماغ صباح القطه وصباح الهنا والطروق. بنت الجميله. بقول لك ايه؟ اتفضل. احنا ما اتقابلناش قبل كده. مش واخد باله والله. لا بيت انت تعرفني توي. معلش مش واخد والله تعرفني توي. ارجع كده بالذاكره 7 سنين ورا. انا ما كنتش في مصر. ها ما انت ما كنتش في مصر فعلا. ايوه ما كنتش في مصر. هم انت هبقت ال 100,000 جنيه مني وخلعت بدمات. نعم. ده عملنا عليه تمرأي. ايه يا عم انا كنت مع شمس زناتي ولا ايه؟ بالظبط كده تمع الزناتي بقى تمس الزناتي لسه زي ما انت متهتم بالراي. ان ايوه انا النسال انا اللي نسال برعي. ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ملع الحرامي عشان عمري ما هنساك وهفضل غرزك هنا على الدراع. انا فايق يا باشا. لا يا حبيبي يا سبحان الله الدنيا بتقول لي واحد من امبابا ما بتكلمش واحد تقول لي مش عارف. لا يا حبيبي امبابا دي على حالك وعلى انا ده انا حقي يا راجل يا راجل ده انا جالي الاسطومه. ايه ده بس ده انا جالي الاسطومه في الاوليه. ايه ده يا عم ده انا حصل لي الياسه منك. طب الناس الحلوه اللي بتشرب الاستروكس ولا ايه؟ لا الاستروكس ده انت اللي عملته معايا زمان وعملته معايا. احطك في شنطه العربيه والله ولا تعرف تحطني في شنطه العربيه. احطك في شنطه العربيه. اسمع اللي بقول لك عليه. ده بيتا هنعرف دلوقتي كل حاجه. انت تعرف واحنا نعرف وكلنا نعرف. ثانيه واحده بيتا. يا دودة. دودة. انت فين يا دودة؟ تعال لي يا دودة. المعلم. تعال بس مفاجأة كبيرة مفاجأة كبيرة. تعال يا دودة. تعال يا دودة. دودة مين يا حبيبي يا ابو دودة؟ هتعرف حالا. تعرف مين ايه يا حبيبي يا بيتا؟ سبحان الله. يابا. ال 100,000 جنيه مش هحل. اوعى بس الحرامي. على الحرامي من جنيه ما هحل. مرعي. يا مرعي. انا صاحبه. اهو صاحب. صاحب اللي مزعل مرعي الحرامي. طلعوا لي طلعت بقى صوره من جيبه كده. بالصوره معايا. ايدك جنبك بقول لك عشان انا بتروح مني. بتروح مني. ايدك جنبك. يا عم بتروح مني. اسمع اللي بقول لك عليه انت. يا عم اللي بتروح منك كتير. بتروح ما بتغيب منك خلاص. بتغيب منك وتيجي عندي. بقول لك عليه بص قدامك. بتروح منك بص قدامك. ايه ده على حالك. اسمع اللي بقول لك عليه. يا عم بص. طمني اهو. طمني اهو. انت منين يا ال 100,000 جنيه؟ انت بتكلم مين؟ طمني اهو. انت عارفين انا انتوا بتتكلموا مع مين اهو؟ مع مرعي الحرامي. مرعي. مرعي الحرامي. اهو اهو مرعي الحرامي. انا هعرفك مرعي الحرامي. مرعي الحرامي اهو. بابا انت هتجوط. انت نطاط. ايه يا بيشو؟ بيشو. هات لي الرئيس جمعه وتعالى لي. الرئيس جمعه. ايه ده بس كده؟ مرعي يا حرامي تعالى. يعني خليكم معايا عشان انا بقيت شله نصابين. متحلت انت اللي نجمت. بص قدامك انت ضيعت. انت ضيع مني. تعالى لي بسرعه. طب يعني اقول لك انا فين؟ ابعت لك اقول لك انا فين؟ انا هاخدك في الخرابه. خرابه؟ هاخدك في الخرابه. عرفني. مين يا ابو خرابه؟ هات مضيع الوصولات. وصولات ايدك يا ابو خرابه.
ايدك يا ابني احسن تمضي على الوتولات ولا ايدك يا ابني تعمل ايه ما خلاص ده انا اروح يبقى هروح فين ايدك بصك هروح فين ايدك يا ابني بقول لك عشان ما تغلطش مني يا فرع يا حرام ما تغلطش مني اوعى تعيش ده دورعي والشغل دوت يا عم شمس الزناد ايدك بقول لك ايدك يا لا 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 انزل تحت المتحل يا حرامي انزلوا لي تحت مضي انزلوا لي تحت مضي مضي اوعى انزل منك هتديني ال 100,000 جنيه ولا قعدك في عيني حرامي حركة كده كملها ايه ده بص انا مش ينفع كده طب ينفع كده تضربني ينفع كده حركة ايه مفيش حاجة احنا بنهزر معاك بنهزر معاك والله بص مفيش حاجة مفيش بنهزر والله من هنا بص دي كاميرا دي كاميرا دي كاميرا والله دي كاميرا خفية برضه تانية كاميرا خفية والله كاميرا خفية والله كملوا عليها شغل لا والله ابدا بنهزر ركبني تاني وتقول لي ان الشاب برعي مش عارف مين شاب زيزا ما هو هزر معاك والله كاميرا ايه كاميرا خفية انت كنت بتهزر نزيع الحلقة دي ولا ما نزيعهاش؟ حبيبي يا باشا زيع معادي معادي ومعادك وأي معاد تحت أمر حضرتك فين فين معادي يا فندم؟ عند المدام بتاع بابا عبده يا فندم ايه ده؟ حضرتك اسمك بطة؟ بطة؟ بطة مين؟ حضرتك أساسا من النعالي طيب؟ اه من النعالي طب ده سعرت ولا باروتة؟ انت بتسأل اسئلة كتير ليه؟ انت مالك؟ لا عادي بتقل انت شخص مستفز بصراحة بقول لحضرتك ايه؟ رتدي كده معايا شوية رتدي معايا شوية هتفتتريني يا بطة بطة؟ اه هتفتتريني يا بطة بطة مين؟ ايه نسيت يا بطة؟ لو كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر القديمة تتقرى بطة ايوه انت بطة عمري ما هنتاكي عمري انت مجنون لا انا متمجنون لا انت مجنون انا متمجنون لا انا متمجنون انا عمري مين اللي متخلف انت هي نفس التتمه اللي كانت بتستنهني بطه قسم بالله انت في حاجه تعبت دماغك لا مفيش حد تعبان يا هانم ايه نسيتيني نسيتي ال 36,000 نسيتي هات معاك وانت داي سمسن هات معاك وانت داي فستق هات عين جمل هات لوز اصل انا امي بتحب عين الدمل اصل انا ابويا بيحب اللب التوري فاكره ولا نسيتي فاكره ايه والله ما هحلك والله ما هحلك انت مجنون 30,000 جنيه 30,000 جنيه تبكى ب 30,000 جنيه انت متخلف اصلا بقول لك ايه بقول لك ايه لا ما تقوليش مش هوطلك ما تمدش ايدك بقول لك ما تمدش ايدك انا مدت ايدي يا حراميه انت يا ام بطه نزلني هنا مش هحلك لما اخد حقك كده ما تمدش ايدك مش هوع ايدي انت مجنونه ولا مين المتخلف انت متخلف قال يعني البت بقى من معادي بقى ايه نسيتي ولا ايه الشخص الغريب ده انا نهار ابيض يا بطه الدنيا اتغيرت انا رسمتك على تندري رسمتك اهو انت مجنون رسمتك انت مجنون انت مجنون نسيتي نسيتي الدق ده رسمت مين يا عم روحت نيل كده نسيتي الدق ده وريني دراعك وريني دراعك انت متخلف عليه كنت تتبقى اتني عليه ما تقليش ادبك تمام تمام بت خلاص عشان متعدين فضل علينا انك في الاسم نتفاهم ونتكلم في الاسم يلا بينا على الاسم واحده واحده يا اختي يا سلام الو ايه يا دوده تعالى لي بعد ابنك تعدي اخدك يا عم ده انا داخل عليك هاخدك هاخدك تستناني على النط في الشارع يلا انت بتكلم مين انت؟ يا بت ماما بت بت سلام سلام فتني دوق نزلني على جنب مش هنديلك بقول لك نزلني بمس بيفتح تعالى دودة تعالى يا دودة مين ده؟ بسرعة ده دودة تعرفي ده مين أول ما يركب هتعرفيه ايه؟ مين يا مهرج؟ نسيتي ولا ايه؟ بقول لك نزلني على جنب دودة بص مين دي يا عم دودة؟ دودة هي ولا مش هي؟ بطة انت متخلفين يا صاحبي بطة انت بطة منين بطة بقول لك ايه يا جدعان انت كمان على الصبح هخلي نهاركم اسود النهارده بطة 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 بطة
الناس. بطه 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 ما تروحش كده يا بنت. مش هحل غير لما قلت اقطع. بقولك نزلني على جنب. مش هسيبك غير لما قلت اقطع. نزلني. انت بتضغط فلوس يا بطه. 30,000 فلوس يا بطه. نزلني. بقول لك ايه؟ نزلني على جنب. انا هخلي نهاركوا اسود النهارده. مفيش انا. ما تعلوش شمس. وريني يا اخي. بقولك نزلني. مش هنديلك انا خلاص خطبت واخد حقي. نزلني على جنب. نزلوني. خد حقك. نزلوني. مش هنديلك. بقولك نزلني. مش هنديلك. نزلني هنا. انت في الخرابه هنا. نزلني. بقولك نزلني. نخلط وناخد حقنا. بقولكوا نزلوني. ما كناش اوفر معاكي وضايقناكي. انتوا ضايقتوني طبعا بس انا مبسوطه ان انا عرفت. على فين؟ نازلة الحصري. طيب خالص. لا لا عادي بتمن لما تقلم. بتمن لما تقلم عليكي. لا انت حضرتك. لا لا يمكن لا انت انا عارف نفسي. انت امتى انا عارف؟ انا ايه؟ انت بطه. لا انت بطه انت انتتيني. انا اعرفك اصلا. تعرفيني تعرفيني كويس قوي. انت ومامتك ام بطه. ايه انتيتي ولا ايه؟ التلات اربع تنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني. عارفه ليه؟ عشان انا